مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة من حلقات برنامجكم نوادر شعبية. نبدأ بأبيات، والأبيات البركات الشريف. يقول: أدب ولدك إن كان تبغيه يشفيك، لو زعلت أمه لا تخليه يعلاك، أما السمج واستسمجك عند شانيك ويفر من فعل صديقك وشرواك. يعني يقول أن عليك أن تؤدب أبنائك. الابن يطلع على ما يعيش في حياته، في بداية حياته. فالبعض يترك الأولاد، وكذلك الوالدة، ترى الوالدة دائما الأم عطوف على أبنائها، فدائما تنصح له: لا تزعله، لا تضربه، لا تقول له الضرب. حن ما ننصح به ولا حد ينصح به، ولكن التوجيه هو أفضل ما يقدم للطفل في بدايته. فيقول: أدب ولدك إن كان تبغيه يشفيك، لو زعلت أمه لا تخليه يولاك، أما سمج واستسمجك عند شانيك ويفر من فعله صديقك وشرواك. يعني إذا ما أدبته وعلمته على الأمور الطيبة فقد يزعجك مع الناس، من الجيران، مع كل الناس. هذه معنى هذه الأبيات، أتمنى أنها نالت إعجابكم. مثلنا في هذه الحلقة من الأمثال المتداولة في منطقة الخليج والجزيرة العربية، ويقول: ما على جالها إلا صديق. وعلى ذكر الجال هو دائرة البئر، يقول جال، يعني دائرة البئر حتى للعمق، يقول جال البئر، لكن ما لها خص في البئر. ما على جالها إلا صديق، يعني ما عندنا إلا رفيق، فما عليك، يعني ما عندنا أجنبي. وكلمة الأجنبي كذلك عندنا في الخليج والجزيرة العربية، الأجنبي ما هو بالأجنبي اللي حنقول إنه غير عربي، الأجنبي اللي ما هو من الأسرة، حتى لو إنه من القبيلة يقال أجنبي، يعني ما هو من الجماعة. فإذا كان الناس بينهم قصة أو حدث أو يبون يقولون شيء، يعني ما يبغون ينتشر، لقد ما بل لهم جماعة، يقول: ما على جهل إلا صديق، عطنا سالفتك اللي عندك، أو عطنا موضوعك أو حجتك اللي عندك. هذا معنى المثل. شاعرنا أعزائي المشاهدين الذي سنقدم عنه في هذه الحلقة وديوانه هو الشاعر عبد الله بن محمد بن ضويحي القحطاني. بعد إن شاء الله الفاصل سنقدم الديوان ونبذة عن الشاعر. أما شاعرنا في هذه الحلقة اللي نقدم ديوانه كما ذكرنا في التنويه، فهو الشاعر عبد الله بن محمد بن ضويحي القحطاني، أحد الشعراء القطريين البارزين المميزين. والصراحة أن هذا الشاعر قدم أكثر من ديوان، وتشرفت بنشر الكثير من قصائده في المنابر التي أشرف عليها، سواء كان في الإذاعة أو
في جريدة الشرق، أكثرها في الجريدة لما كنت في جريدة الشرق. وهو من الشعراء المميزين والشعراء اللي صراحة سامين، حتى في قصائده سامي، دائما السمو تجده في قصائده، كذلك في دواوينه. هو دواوينه اللي حوالي اللي أنا الآن موجودة عندي، ديوان سمو القوافي طبع في عام 2002، ديوان سمو الشعر في عام 2004، ديوان شموخ القافية عام 2006، ديوان علو القوافي عام 2007. صراحة عدد من الدواوين اللي صراحة تنم عن سمو هذا الشاعر، وقدم القصيدة الوطنية وقدم المسجلات مع الشعراء وتسجل مع العديد من الشعراء. ونختار من قصائد هذه القصيدة أبيات من قصيدة قالها في صاحب السمو والوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني طال الله في عمره. يقول: أنت الذي جعلت للشعب قيمة، بيدك جعلت بلادهم تخرج ثمار، بنيت بالهامات مبنى الغنيمة، رفعت صرح المجد من عدة أدوار، يا أمير صرح المجد خاوة نديمة، المجد من مبدأك يا الشهم يختار. كذلك قال في القصائد العاطفية، يقول: يا عيني اللي تشوفه شوفها غابي، ما كل شوفا تحليته بيعجبها، القلب معها عن الزلات مرتابي، النظرها الدون ما يبقي يراقبها، والنوها اللي على العليا تعلى به شوق عيني وقلبي دوم يرغبها. تمنى للشاعر عبد الله بن محمد بن ضويحي القحطاني التوفيق إن شاء الله. تمنى أن نقدمنا ديوانا في هذه النبذة المختصرة كما يجب. لنا معكم إن شاء الله لقاء مع شاعر آخر. لقانا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة أجريتها عام 1985 ميلادية، ودرت في دول الخليج، وأجريت لقاء كذلك المرشد البذال، أجرينا معه لقاء في هذا التاريخ، أجريت لقاء مع شعراء من دول مجلس التعاون وكذلك فنانين، ومنهم علي الجميري أحد الفنانين في مملكة البحرين. أجرينا معه لقاء عن الفن والقديم، شاهد اللقاء إن شاء الله يعجبكم. أعزائي المشاهدين، باسمكم نرحب بضيف هذه الحلقة، وهو غني عن التعريف، هو علي بن يوسف الجميري، فنان من البحرين. الله يحييك يا أخ علي. الله يحييك ويبجيك. طال عمرك، إحنا نبغي نجري معك لقاء حول الفن والشعر النمطي المقنع على آلة العود، والآلة العود معروفة العربية قديمة. وقبل لا نجري معك اللقاء، نبي نعرف الأخوان المشاهدين بالجماعة اللي معاك. هذا الأخ يوسف حمادة. يوسف إبراهيم حمادة. يوسف إبراهيم حمادة. نعم. وخليفة يوسف الجميري أخوي. خليفة يوسف الجميري. أعتقد أن الجميري عائلة كلهم فنانين. والله أغلبيتهم. منهم طال عمرك؟ إحنا أحمد الجميري. أنا عنده أحمد معروف. وعلي يهوانا. ومحمد. نعم. وعبد الله وخليفة. خليفة يعزف عود. يعزف عود. والربع كلهم يعزفون عود. كلهم يعزفون عود ويغنون. يغنون. الله يعطيكم إن شاء الله العافية. زين، طال عمرك انت عيالك كذا من ان شاء الله عندك عيال؟ اي طبعا. اي ما ادري، طال عمرك الى كبروا العيال تنصحهم يغنون على العود ولا بتقول؟ والله بمزاجهم، اذا يحبون يحبون العود يحبون يغنون. اي يعني اظن الفن مو متعب ولا فيه يعني؟ لا، الفن ما فيه تعب.
ما هو من المهنة المتاعب على ما يقولون الصحافة وما أدري شيء. ما في تعب يعني كثر الصحافة وكثر اسم، بس في طبعا الفنان لازم يسهر. إيه السهر. فالسهر واللي شوي. إيه طال عمرك الصوت، سمعنا أن فيه صوت يغنى بالنبطي، وأنا شخصيا ما أدري عن الأخوان المشاهدين، أنا اللي أعرفه أن الصوت هو العربي الفصيح وقديم، ما أدري طال عمرك. والله في أصوات نبط. إيه. وفي أصوات عربية فصيحة. فصيحة. ما أدري عارف أنت شيء من الأبيات اللي هي نبطية أو حول النبط. والله أنا ما أقول نبطية، بس الظاهر من الكلام يبين أنه نبط. إيه نعم. مثل الله اليوم أنا سألك بطاها وبالأحزاب. إيه. يا كريمان يا الله. إيه. سهل الرزق يا رحمن وافتح لنا الباب واستر العيب يا الله. يعني إيه. كله كلام. إيه. يعني مو فصيح. مو فصيح. إيه مو فصيح. ومقف وموزن. نسمع طال عمرك، نسمع الأخوان المشاهدين. طال عمرك لك أشرطة مسجلة؟ ما أدري. والله لي شريط في التلفزيون البحرين. إيه؟ مسجل. لا كست يعني. لا كست. الحين أحاول أطلع لي. ما نزلت لحتى الآن. لا حتى الآن. إيه. تعاون مع شعراء من البحرين أو من خارج البحرين؟ والله لي تعاون مع
شاعر البحرين مبارك العماري. نعم مبارك العماري. والشاعر البحريني عبد الله بن خالف الدوسري. ايه مقدم مسامي رضوان. نعم. ولي تعاون مع الشاعر طلال السعيد من الكويت. ايه غنيت لهم اغاني. الحين احاول انا ملحن اغاني لهم عشان انزل في شريط جديد. احنا طال عمرك ما نعطيك حرق الاغاني عليك على اساس ان احنا لقانا هذه لقانا هذا يمكن عقب رمضان يمكن في رمضان او بعد رمضان متاخر واحنا الحين يشوفونا الاخوان المشاهدين علينا ثياب صوف يمكن يفكرون احنا نجري لقاء في القيط. احنا ما نبغي نحرقهن بس نبغي مطالع او تعد القصائد ومطالع من الاغاني على اساس ما بعد يعني ما يقولوا عندي والله نكون طماعين شوي. قصيدة نعم حق الشاعر عبد الله بن خلف الدوسري. ايه يقول فيه ردة تقول اليوم ودي ألاقيك. نعم خلني أصلح ما كسرته بديني. نعم والله ودي من إزعالك أراضيك لو كان قلبك أعرفه ما يليني. نعم حدتني الأشواق أرجع وناديك عساك ترحم خاف قلي حزيني يسهر طوال الليل يبكي لياليك حيث الهوى والحب فيها يزيني يا ليت يقدر خافقي كان يسليك لا شك صوتك مبعث الحب فيني عساك ترحم من على الحب يرجيك تنسى الذي قد راح وترجع تبيني قلت الأسف والله خاب الرجا فيك عقب الذي سويت تبغي تجيني تبيني أسمح كيف أنا أسمح تخطيك والله ما أسمع منك لو كلمتيني يحرم علي اليوم إني أحاشيك شيء فعلته ما يرجع حنيني والله ما ارجع في كلامي وناديك لو كان بين الناس ما حد يبيني. ودي نعم لحنها نسمعك منه شيء بسيط. ايه ملحنها انت؟ اي نعم انا ملحنها. يسلمك واحنا بعد ما ودنا لا نحاول نكمل اللحن ونعدله اكثر بدايته. طال عمرك انت متى طلعت للجمهور واسمعوا من خلال الوسائل الاعلاميه الاذاعه والتلفزيون؟ والله في الاذاعه والتلفزيون مده تقريبا سنتين تقريبا في 83 طلعت يعني بس انا لي نشاط من قبل في الانديه واقامه حفلات في الانديه من سنه 68. ايه انت اللي ممتنع ولا يعني في البدايه؟ والله انا ما حصلت التشجيع الكافي اللي يكون انا اسجل او اغني وانا الحين اتخوف من التسجيل الكاسيت الاشرطه اتخوف منها ما احب اسمع يعني تبغي تمكن انت الحين الحمد لله يعني لا انا سمعت لك في لقاء قبل سمعت لك اغاني الحمد لله جيده وكل يشيد باغانيك بعد في شيء طال عمرك من القصايد الثانيه شعراء ثانيين غير عبد الله بن خلف؟ والله عندي الشاعر مبارك العماري. ايه الشاعر مبارك من الشعراء البارزين المعروفين. تقول قصيدة. نعم. معذور قلبي لو شكى من جور خلي ما هو يلامي لولا هنا ما صابني هل اللي حصل لي
طول سقامي كل انتهنا مشربها بس وحدي اللي تميت ضامي حبه تمكن في الحشا جاب الوخلي بيد عظامي ما عذب القلب الشجي كود التقلي هذا حرامي تليت معلوق الحشا يا زين تلي تبغي عدامي وصليتني نار اللظى يا كبر قلي والشوق حامي تلعب على قلب الشجي تبغي التسلي وانا بهيامي ساهر على جمر القضاء وانت بظلي طرفك ينامي ولعتني في طلعتك انطر تهلي هذا حرامي تبخل علي بشوفتك يوم انت طلي وانت غرامي خليتني في وحشتي الله يخلي شخصك دوامي ارسل خيالك انظره عندي بمحلي ولا سلامي ما ينبقي منك الكبر خلي التعلي يا ابن الكرامي ان كنت تهواني مثل ما هواك قل لي خلي التعامي. هذا اظنها العبونيه هذا نوع العبوني. نسمعها طال عمرك منها مقطع كذا على إن شاء الله نوعد الأخوان المشاهدين أن نأخذ منك أغاني ونوزعها على حلقات البرنامج وما أدري طال عمرك فيه كلمة للأخوان الفنانين هناك نشوف بعض العازفين العود عندنا في دول الخليج هم بارزين ولهم يعني سمعة لكن ما يظهرون لا على الشاشة ولا التلفزيون ولا يقدمون كاسيت ما أدري طال عمرك كنصيحة منك بما أنك الآن يعني لك سنتين وكذا النصيحة أنا على أساس نجيبهم يشاركون معانا في برامجنا لازم يشتركون في البرامج يساعدون نعم ولازم من الواجب مو بالفنان يروح يقول تعالوا سجلوا لي أو تعالوا سووا لي يكون ناس من وزارة الإعلام تروح تبحث ذي الأشياء وتطلعها صح تسوي برامج تكثر من ذي البرامج نعم. تحاول تشجعهم لو كان الواحد مو بجيد بعد قوله تعال انت الحين كهاوي جرب نفسك ان شاء الله تطلع في المستقبل شيء زين كلام سليم هاي الواجب او نصيحتي لهم انا اقول لهم روحوا سجلوا لا مو على اساس ان هو القصد ان احنا بعضهم نجيه نعرف ان عازف عود فنان عارف لا النصيحه لا لازم يتساعد معاهم يقول والله انا اسمحوا لي اطلع على الشاشه قدام الناس ما ابغى
فهذه طال عمرك القصد ان النصيحه للاخوان اللي يتابعون من انفسهم من الواجب على وزاره الاعلام. وجزاك الله خير على هذا الكلام اللي تقوله، هذا من الواجب على مقدمين البرامج انهم يسعون ويشجعونهم، ولازم الهواء بعد الهواء لازم منهم بعد يتعاونون معاكم. لازم طال عمرك الواحد اللي عنده فن لازم يقدمه، لا يخبيه، يعني ليش تخبي فني؟ في ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نشكرك على تجاوبك معنا وعلى مشاركتك في هذا البرنامج، وباسم الأخوان المشاهدين نقول أحسنت وإن شاء الله لك، نطلب لك التوفيق إن شاء الله في أعمالك القادمة. وأنا أشكر دوري وزارة الإعلام القطرية، وأوجه سلامي لكافة الشعب القطري، الله يسلم. وعندي سلام خاص حق هلي خوالي اللي هم الفضالة، نعم، في مدينة الشمال كانوا أول يسكنون المفير، وقدم لهم حين قدم لهم هذه فرصة سلامي. الله يسلمك. للعائلة الجميع حنا معروفين قطر والبحرين شعب واحد وبلد واحدة وكلنا واحد لله الحمد كل فيه الحمد لله. الخليج شكرا لك طال عمرك مرة ثانية، وإن شاء الله نطلب لك التوفيق. شكرا، مع السلامة. تمنى أعزائي المشاهدين أن ما قدمناه في هذه الحلقة قد نال إعجابكم ورضاكم، شكرا لكم وشكرا لكل من عمل معنا في هذا البرنامج، ولنا معكم لقاء في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء. جلال